حتى أبرز الملامح نحو يعني خطوات تمت بالفعل على أرض الواقع وتوصيات كانت مهمة جدا ويمكن كانت أحلام في فترة ما للتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة. مهم جدا أن احنا نشوف كم التعامل والتنسيق والتناسق مع كل مؤسسات الدولة حتى تخرج هذه التشريعات والقوانين وأيضا التيسيرات والتسهيلات على المرأة المصرية لتمكينها اقتصاديا واجتماعيا واستقرارها بشكل كبير جدا. خلينا ناخد اتصال مع حضراتكم الدكتورة أريج عبد المحسن أستاذ العلوم السياسية. بنصبح عليك يا دكتور، أهلا بيك. صباح الخير على حضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة وكل سيدات مصر وأمهات مصر طيبين. أهلا بيكي وحضرتك بألف خير. ملامح كتيرة جدا للتمكين الاقتصادي للمرأة وأرقام في الحقيقة ومؤشرات بتفرح قوي وبتحسسنا قد إيه إحنا وصلنا لمراحل يعني ما كانتش متوقعة بشكل كبير جدا. من أبرز هذه الملامح للتمكين الاقتصادي في المرأة انخفاض معدلات البطالة في الإناث ل 16.8 في الربع الرابع لعام 2020 مقارنة بنفس الوقت ده في 2014 بنتكلم في 24.8%. يعني ده غيره بقى كثير من المعدلات الخاصة بالانخفاض وتشغيل العمالة وبشكل كبير واتجاه للمرأة المصرية أكثر الاعتماد عليها وما إلى ذلك. مهم قوي نحن نتكلم مع حضرتك عن الملامح الخاصة بالتمكين الاقتصادي، كيف تري هذه الخطوات من أهمية في الفترة الماضية ومكنت إزاي المرأة اقتصاديا؟ الحقيقه ان المرأة المصرية بتعيش الفترة دي أزهى عصرها، تقريبا العصر الذهبي فعلا للمرأة المصرية. مصر خطت في الفترة دي خطوات واسعة جدا بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة، وده كان واضح جدا من خلال مبادرة حياة كريمة اللي قدمت دعم كبير للمرأة المصرية خصوصا المرأة الريفية في مصر. كمان برنامج تكافل وكرامة اللي بلغ نسبة المستفيدات منه حوالي 78% من اجمالي عدد المستفيدين من البرنامج. كمان جمهورية مصر العربية في الفترة دي بعد توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رفعت قيمة القروض الميسرة ل 1.4 مليار جنيه علشان تستفيد منها 220 ألف سيدة إن شاء الله في عام 2021. كمان خطينا خطوات واسعة جدا في حل أزمة الغارمات ومحاربة داعش ومصر الإفراط، وعملنا دورات تدريبية مكثفة للفتيات للتوعية كيفية بدء مشروع من غير التعرض لمخاطر بدء المشروعات، وتم توفير 41 مركز في 22 قرية مصرية لدعم المرأة العاملة لتشجيعها على استحقاق سوق العمل. والحقيقة ان تم انشاء اكثر من مشروع صغير ومتوسط الصغر ومتناهي الصغر للمرأة المعيلة والمتطلقة في الأرامل. تمام. من ضمن الخطوات الواسعة اللي خطناها بشأن تمكين الاقتصادي للمرأة هو تعديل قانون البنك المركزي، ده كان مهم جدا علشان تقدر تاخد مشروعات وقروض او تقدر تعمل مشروعات بخلال قروض ميسره. بالظبط، ونحد كمان من التمييز اللي كان فكره التمييز القائم على النوع، لانه المراه المصريه في يعني في السابق كانت دايما بتحتاج لفكره دعم الزوج او الضمانات، مجموعه الضمانات اللي كانت مخصصه منها عشان خاطر تحصل على قرض. كل القصه دي ما بقتش موجوده دلوقتي بعد تعديل قانون البنك المركزي اللي تم في نوفمبر 2021 والتعديلات اللي اشار ليها السيد الرئيس في العيد القومي للمرأة المصرية. حلو قوي. واحنا بنتكلم عن الاستقرار الاجتماعي للمرأة المصرية لابد كان من توفير بعض الاحتياجات ليها، وهو طبعا القطاع الصحي والاهتمام بإطلاق المبادرات الصحية منها يعني مبادرة الكشف المبكر على سرطان الثدي للمرأة المصرية لكل السيدات المصريات في كل محافظات الجمهورية، منها أيضا المبادرات الخاصة بالأطفال وهو الأطفال من العمر 1 إلى 28 يوم. كل ده بيهدف للاستقرار الصحي للمرأة المصرية، زي ما حضرتك قلتي الاستقرار المادي من خلال القروض الميسرة، المرأة المعيلة، الاستقرار الاجتماعي، الاستقرار التعليمي وضمان حقوقها في التعليم وأن تصل إلى درجات مهمة جدا، وده طبعا اللي واضح الآن من تمكين المرأة بشكل كبير جدا في السياسة ودمجها. كيف ترى الخطوات دي أهمية ده واللي بدأ في الحقيقة من 2017 من إعلان عام المرأة المصرية، ثم مصر خطت هذه الخطوات من طبعا قبل القيادة السياسية وبتوجيه وتناسق مع كل أجهزة الدولة؟
الحقيقه ان القياده السياسيه على راسها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت دايما بتولي المراه والطفل اهميه كبيره جدا وبتوليهم بجانب كبير جدا من الرعايه، وده كان واضح في الخطوات اللي تمت حتى انه في اكثر من موضع كان السيد الرئيس يشير الى انه برنامج حياه كريمه ده معمول بصد توفير حياه كريمه يعني بالاحرى والدرجه الاولى للمراه المصريه. تمام. احنا كمان يعني في عندنا تقرير سنوي كده بيصدر عن البنك الدولي كل سنه بشان تمكين المراه في العالم كله. الحقيقه ان مصر يعني مش بتحتل فيه مركز كبير جدا، وده بسبب انه مش كل اجهزه الاعلام بتسلط الضوء على الخطوات اللي خاططها مصر بشكل واسع في مجال تمكين المراه، تمكين المراه مش بس على المستوى الاقتصادي، كمان على المستوى السياسي والمستوى الاجتماعي. طبعا. يعني الحقيقه انه المراه المصريه في الفتره اللي فاتت الفتره القصيره اللي فاتت دي شهدت توسع كبير جدا في العمل السياسي بشكل واضح جدا، سواء على مستوى العمل البرلماني او على مستوى نائبات المحافظ ومراكز صنع القرار وما الى ذلك. صحيح، وبنشوف نواب محافظين وبنشوف تمكن كبير جدا سواء في مجلسي يعني النواب او حتى مجلس الشيوخ، تمكن يعني تمكين للمراه بشكل كبير جدا وبنواحي مختلفه، محافظات طبعا وزيرات، يعني يبقى في توسع اكتر في تمكين المراه سياسيا بشكل كبير. بالظبط، ده كان واضح جليا في القرار اللي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 14 سيده في مجلس النواب، يعني بنسبه 50% من اجمالي عدد المعينين اللي هم بيبلغوا 28 مقعد بالتعيين في البرلمان، فده كان بيوضح في الواضح انه القياده السياسيه بتولي اهتمام جدا للمراه المصريه وتضع ثقه كبيره جدا في المراه المصريه ان هي قادره على تحقيق النجاح بالفعل وقادره على ان هي تحقق التنميه في جميع مجالاتها الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه. طيب اتكلم بقى مع حضرتك عن الاستراتيجيه الوطنيه لتمكين المراه 2030. أهم ملامح هذه الاستراتيجية ما تم تنفيذه إعجاز في الحقيقة في خطوات قصيرة جدا أو في أعوام قصيرة جدا، اللي جاي بالتأكيد عشان نوصل 2030 أكيد خطوات مبهرة بقى ما دام إحنا وصلنا لهذه المرحلة من تشريعات وقوانين والتمكين في كل مجالات المهمة جدا في الحياة. عايزة أتكلم مع حضرتك بقى عن الرؤية والاستراتيجية القادمة، كيف يعني تكون وممكن تصل بالمرأة إلى أي حد لأي مدى؟ يعني رؤية مصر 2030 بتصب بشكل كامل في مصلحة المرأة المصرية بالدرجة الأولى، يعني لو نظرنا لمبادرة حياة كريمة زي ما قلت لحضرتك هنلاقي إن الدعم الكبير اللي قدمته المصرية ولو كان حتى بشكل غير مباشر عن طريق تطوير المنازل في القرية المصرية وتوفير المياه وتوفير الصرف الصحي وما إلى ذلك، حتى وان كان بيعود بشكل غير مباشر على المراه المصريه. توفير فرص العمل، لو نظرنا للقطاع الحكومي هنلاقي ان المراه بتشغل نسبه 50% من اجمالي عدد العاملين في القطاع الحكومي للدوله، والحقيقه ان مصر بتخطو خطوات واسعه في هذا الصدد. جميل جدا. طيب يعني اقول بقى مع حضرتك كده بعض الإحصائيات الخاصة بالمشروعات، أو بنتكلم عن نسب مهمة جدا للمرأة المصرية، مثلا يعني حسابات بنكية كانت 27% أو وصلت ل 27%، كانت قبل كده 14%، بنتكلم عام 2014. ارتفاع أيضا نسبة النساء أو الإناث العاملات زي ما حضرتك قلتي ل 39% بدلا من 38%، حتى لو يعني في مؤشرات فرق بسيط، بس احنا بنتكلم عن زياده وخطوات نحو هذه الزياده. في السياق نفسه 83.5 ألف سيده مستفيده من مشروعات صندوق التنميه المحليه، 628 ألف قرض موجه للمراه من مشروعات جهاز تنميه المشروعات، وغير المبادرات الخاصه بتمكين رائدات الأعمال والغارمات وأيضا المرأة المعيلة. بتقولي أو بتفسري يا دكتور إيه المؤشرات دي بشكل موضوعي وبشكل محترف؟ قد إيه المؤشرات دي نحو التنمية ونحو التمكين ممكن تكون مؤثرة كمان على المدى البعيد بشكل أكبر على المرأة المصرية؟ الحقيقة إنه التمكين ما جاش بس من النواحي الاقتصادية، لأن زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي التمكين الاقتصادي دي مجموعة مؤشرات بنقيسها بعد نسبة توظيف المرأة مقابل الرجل، إزالة الفروق في الأجور، الحد من
التمييز في الحصول على القروض وما الى ذلك. احنا هنلاقي هنا التمكين الاجتماعي ده كان مهم جدا ويعني بيعود على المرأة المصرية بشكل مباشر. يعني لو حضرتك اكيد متابعه الفتره اللي فاتت كان في مجموعه هاشتاج كده كانت متصدره مواقع السوشيال ميديا في الفتره اللي فاتت كانت بتطالب بفكره ان احنا نحاول ان احنا نصلح او يعني نزيل العوامل عن الاحوال الشخصيه اللي كانت يعني في ظلم كبير للمراه او قوانين كانت محتاجه يعني انها تتحدث بشكل كبير جدا. مظبوط مظبوط. يعني ده بقى بيدي حريه اوسع للمراه في اتخاذ القرارات في الحياه وبرده من الناحيه الاقتصاديه لو نظرنا هنلاقي ان المراه في الصدف ما كانش من حقها ان هي تروح تفتح حساب في البنك للابن وان هي تكون ليها الولايه على الابن. دلوقتي بقى لا طبعا من حقها ان هي تعمل ده ومن حقها ان هي تحصل على قروض من غير ضمان من الزوج وما الى ذلك في شروط ميسره بشكل اكبر. طبعا هو يعني في بعض التبعات القانونيه اللي تتحملها المراه يعني خلال ذلك ولكن ده بيديها حريه اكبر في التصرف. طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره اريجه عبد المحسن استاذ العلوم السياسيه كنت معانا هاتفيا. شكرا جزيلا لمداخله حضرتك.